خايفة منه يا دا عزوني يا دا من نفس الطالب اطلع يا برا اطلع يا برا اطلع اطلع طبق بس اطلع طبق وخد بالمسايسة اطلع طبق وخد بالمسايسة بس يا جولي تعال بس يا عين بس يا بس يا جولي بس يا جولي اقعدي اقعدي ما تخافش مني بس اقعدي بس يا بنت حط لها حط لها حط لها بس حط لها حط لها اقف معاها اقف معاها ما تخافش اقعد بقى اقعد كعبس في الارض كعبس هنا في الارض وهي هتجي لك كعبس في الارض قدامها عشان عشان تتسحب عليه تعالي بس كله بيتلم امسك لها حتة تاكلي في ايدك هات له حتة تاكله صغيرة امسك لها حتة تاكلي في ايدك وادي لها هتتسحب عليك تعالي جولي جولي خد 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 ادي لها في ايدك بس يا جولي حتة يا باشا حتة حتة ادي لها في ادي لها في بقها في بقها خد طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين ازاي الكلب الشرس بنقدر ان احنا او اللي ما بيحبش شخص معين بنقدر ان احنا نخليه يرتبط بيه الموضوع بطريقه بسيطه وبطريقه سهله جدا الفكره فكره جميله جدا ان احنا بنحول الكلب اللي عنده حاله عدائيه لصداقه مع الانسان اللي بيتعامل معاه زي ما احنا شايفين ياسين من شويه الكلبه دي كانت واقفه ضده وما كانتش بتحبه خالص تمام طبعا خش هتلاقيها بايدك بقى انت اكلها بقى مش هتلاقي بيدك بقى هيبقى في بينكم وبين بعض صحوبيه هي بس اللي مبرجل الموضوع كله الكلاب بص هي جايه لك هي جايه لك اهي افرد ايدك يا باشا وحط لها الاكل في ايدك بس اوعى الكلاب تعدي ايدك انت خايف صح؟ لا مش خايف بس هي بس مجرد جديد بس طيب بص 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 اذا بيخطفوا منك الاكل يا هبل ادي لها بقى شفت كده بقى في صحوبيه ازاي؟ اقعد علي نفسك شفت كده بقى في صحوبيه بنت ازاي؟ طبعا هي كانت من شويه يا جماعه جوليا في عداوه مع ياسين مش جايه معاه سكه خالص هو خايف منها تمام بيقول لي يا بابا كل ما تدخل العنبر هي تعمل معايا نمره كده وتهجم وبتاع وكلام من ده بس طبعا بس طبعا كده بقى في صداقه هي كده عرفت ان هو هياكل دايما الكلب بيحب اللي بيطعمه يعني انت لما تلاقي فيه كلب في منه حاله عدوانيه معاك حاول ان انت تاكله يعني حاول ان انت تقرب منه حاول يبقى فيه صداقه الصداقه دايما بالاكل شاطره يا جوليا شاطره شجعها قول لها شاطره قول لها شاطره 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 يا جوليا تعالى خد شاطره شيل نعمل لكم فكره جميله كده وفكره بسيطه وهي ان احنا نخلي الكلب الشرس زي جوليا كده اللي هي عندها حاله عدوانيه تبقى صديقه للانسان زي ما انتم شايفين كده زي مع ياسين كده بالظبط تمام طبعا يا جماعه الفكره كلها ان كانت الكلبه ديت عندها حاله عدائيه مع ياسين ساعه ما بتشوف ياسين بتبدا ان هي تنتفض وتتنطط وعايزه وتهيج وعايزه تهجم عليه والحاجات دي كلها بس الحمد لله بطريقه بسيطه جدا تقدر ان انت تتغلب على الكلب وتقدر ان انت تسيطر عليه. طبعا زي ما احنا شايفين اهي واقفه جنبه حاطط ايده عليها طبطب عليها شايفين الشكل من شويه دلوقتي غير دلوقتي خالص يعني الشكل من شويه كانت عندها حاله عدائيه جدا بتقول له لو مسكتك هنفرمك يا سيدي. لكن دلوقتي اهو ادي لها اكل تاني يا سيدي ادي لها اكل تاني. خليها ترتبط بيك. اصبري شايفين هي دلوقتي خلاص بقى في صحوبيه ما بينهم بقى في صداقه خد اهو فخلي بالك اي كلب عنده حاله عدائيه معاك انت مستعد ان انت تحوله بطريقه بسيطه بطريقه سهله تمام ل يعني ان يكون صديق معروف ان الكلب حيوان اليف معروف ان الكلب صديق للانسان معروف ان الكلب بيحب الانسان يمكن يكون اكتر من نفسه يعني الحيوان الوحيد اللي ممكن يحبك ويضحي اكتر من نفسه اهي واقفه بره زي ما احنا شايفين يا جماعه زودوا لهم اكل يا رجاله زودوا لهم اكل شوفوا شوف بدا ان هو ياكلها اهو شايفين اهو
بدا ان هو ياكلها في بقها، بس طبعا الكلاب مغطيتين على الموضوع، يعني بقيه القطيع مغطت على الموضوع وهيقفله ازاي، هو بقى ما يعرفوش ان هو بياكل جوليا بس. هي جوليا بس، جوليا بس والله والله جوليا. بص روحه عند الجوليا. اديلها بقى. طبعا النهارده السبت زي ما انتم عارفين، واحنا بناكل النهارده يوم الجمعه ده احنا ما بناكلش، فعشان كده الكلاب جعانه شويه. يلا باشا وزع اكل. طب وزع من هنا ولا مفيش؟ طب يلا هات هات كارته، اقفل الباب يا سين عشان الكلاب. هات كارته، يلا حط كارته ووزع. قول لهم يجيبوا كارته يا سين. يلا تعالوا نطمن على بقيه الكلاب كده، ونطمن على بقيه المجموعه. وملحوظه برضو حابين نقولها، ان على فكره يا جماعه ان الكلاب عندنا مش عدائيه زياده عن اللازم، يعني ما عندوش طاقه العداوه. فزاع ماشي قدامنا اهو، كان عنده مشكله قبل كده. بس يلا مشاكل يلا، بس يلا خطر يلا، بس يلا. قال لي فزاع بقت راجل، صوتك طلع. قال لي لا لا لا، بس يا فزاع. فزاع صوته طلع. يلا باشا حط اكل، حط كارته ووزع. يلا شبع الكلاب والنبي. افتح بقى الكلب، كلب ريكس ده، عشان هو كان بيعمل مشاكل مع جوليا من شويه، قلنا نحبسه. طبعا ريكس شايفين طلع يجري. اه بصوا بيجري، خد العصايه من ليلي. بص ليلي شايفين انت بتعمل ايه، مالك ومالها، بترجع هي تزوم عليك بتخليك زي اللي مش عارفين ليه ريكس ماسك دقها، زي ما انتم شايفين كده، كل ما تلاقيها بتتمشى او رايحه كده او كده، فماشي وراها ويهوى عليها ويزوم عليها وحاجات زي كده. قالت لك ايوه، قالت لك مش ايوه، قالت لك مش هتعمل عالي بعقلك يا ريكس. بغيتك بغيتك، هو عينه منها على فكره. طبعا يا جماعه يا رب نكون استفدنا بالفيديو ده، وعرفنا ازاي بنغير الكلب العدائي او اللي شخصيته عدائيه وبيكره الانسان، بنقدر نغيره لصديق وحد محب للشخص اللي هو قدام. تمام، طبعا بطريقه ان احنا بناكل الكلب وبنحسسه بالاطمئنان وبالامان. الفكره كلها ان انت بتحسس الحيوان ده بالامان، مش اكتر من كده. تحياتي ليكم، قولوا لي ايه الحلقات اللي انتوا عايزين نعملها ونعملها لكم. تحياتي ليكم جميعا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتنعمل شير ونفعل الجرس عشان نتابع كل جديد باذن الله.